افتتاح الجلسة وقبل أن يبدأ الأمين العام، الزميلات والزملاء الكرام، قبل أن نشرع بجدول الأعمال أرفع باسمكم جميعا لمقام جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله أجل معاني التهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. إننا وإذ نستلهم من هذه الذكرى العطرة أربع معاني ودروس الصبر والتضحية والعدل والتسامح التي أرساها النبي العربي الهاشمي الأمين، لنؤكد مضينا تحت ظل الراية الهاشمية منافحين عن رسالة الإسلام السمح وقيمه النبيلة الداعية لنشر المحبة والسلام بين البشرية جمعاء. الزميلات والزملاء الأفاضل، لقد حمل آل هاشم الأطهار على امتداد تاريخهم الحافل بالعطاء رسالة الحق والعدل والتسامح، وتوارثوا جيلا عن جيل من هذا النسل الطاهر الأصيل راية الدفاع والذود عن قضايا أمتنا العربية والإسلامية. وإذ نتضرع من العلي القدير أن يحفظ قيادتنا وبلدنا وشعبنا الأصيل، لندعوه جل في علاه أن يعم الأمن والسلام على أرجاء الأمتين العربية والإسلامية، معاهدين الله أن نبقى مدافعين عن رسالة الإسلام السمح تلك التي أراد لها رسولنا الكريم أن تكون رسالة الضمير والحق والعدل والخير والمحبة، رسالة الارتقاء بالإنسان حين وضع في مجتمع المدينة التي هاجر إليها وصحبه رضوان الله عليهم دستورا ينظم علاقة المجتمع بكل مكوناته وعلاقته بمن حوله، مرسخا في القلوب والعقول عن هذا الدين ونبيه إنه جاء رحمة للعالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنالك ملاحظة من السيد فواز الزعبي، يعني قبل أن نبدأ بجدول الأعمال أرجو بإيجاز وبما لا يحارب في بعض المواقع تريد تسيء، أرجو أن تسيء في هذا المكان، لأننا نحن الآن في مجلس يحترم الرأي والرأي الآخر. على رأسي كان هنالك نقد عدم توجيه سب وذم وقدح وذم. ليس سب وليس ذم، الذي يسب هذا ليس لديه أخلاق. الانتقاد البناء كلنا مع الانتقاد، أما أن نفقد الثقة ما بين مجلس الأمة وقواتنا المسلحة 25 عاما، وأنا أذكر هنا أنني أقبل أقدامكم يا رجال هذا الوطن متقاعدين وأمنيين وعسكريين، ويريد النيل من شخصيتي كأردني أحب هذا الوطن أنني سوف ألاحق هؤلاء المجرمين الذين يريدون النساء ما بين الفئات المجتمع الأردني. شكرا سيد الرئيس. محمد العتاقة إلى دولة الرئيس. يوجد لدي يا دولة الرئيس ملف فساد جديد يحتوي على مواد غذائية لأطفالنا في الأردن، حيث أن هذه المواد تحتوي على مواد معدلة وراثيا، لأنها بعد فترة وجيزة ملأت الأسواق الأردنية وتناولها أطفالنا، وبعد الرجوع إلى الحاسوب وجد أن أربع طلبيات من هذا النوع دخلت بلد المنشأ أمريكا طبعا وملأت الأسواق الأردنية وتناولها أطفالنا. فأضع بين يديكم من خلال الرئاسة الجليلة هذا الملف للدراسة وتزويدنا بالنتائج إذا سمحت. شكرا. تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الأربعاء الواقع في 2 محرم 1440 هجرية الموافق 12/9/2018 ميلادية. أولا، تلاوة ملخص محض الجلسة السابقة. ثالثا، قرارات اللجنة القانونية. ألف، استكمال قرار رقم 1 تاريخ 2/9/2018 اعتبر المادة 4. المادة 4 قرر. تفضلي. يعني زملاء هذه الجلسة الثالثة على 4 مواد من هذا القانون، وهنالك العديد من الملاحظات الواردة لنا وهي مكررة. أتأمل من زملائي إذا يعني تم ملاحظة أو ملاحظتين أو ثلاثة مختلفات عن بعضهما، هذا الذي سيطرح للتصويت. دون ذلك بتمنى أنه تساعدوا معي وأن تسحب الملاحظات المكررة إذا سمعت من جميع الأطراف اللي لهم ملاحظات عندي. السيد أحمد هميسات. ديوان المحاسبة يراقب إيرادات الدولة، معلوم، ونفقاتها وطرق صرفها، وهذا يحكمه الدستور
الاختلافات السابق التفسيريه من الماده 119. انا ارى ان اقتراح المقدم من اللجنه قد يتعارض مع احكام الدستور وخاصه الماده 119، لان الماده 19 فسرت الدوله، الدوله لا تعني الحكومه، الدوله لا تعني الدوله ومنشاتها، وانما تعني هنا بالماده 119 الحكومه، وبالتالي الحكومه وقررت بالتالي الحق بالمراقبه. لذلك فالتوسع انه نعطي اداريا يعني زي ما قلت ايرادات ونفقات وطرق الصرف، اما التفويض في الامور الاداريه لم افهم ماذا تعني اللجنه بالاداريه حصرا، والمجلس العالي لتفسير الدستور فسرها بصريح العباره، فما بصير نخرج عن احكام الدستور في هذا الجانب. هذا جانب. والجانب الثاني يعني انا لما بذكر نص قانوني براعي القواعد العامه، القواعد العامه بفهم من نص الجانب الحكومي. هاي الماده جاءت لتكرس للاسف الشديد البيروقراطيه، فقط الرئيس الديوان الملكي هو الذي يطرح، هو الذي صاحب القرار. لابد ايضا حتى للقضاء على البيروقراطيه اعطاء صلاحيات للمفتشين للاطلاع على المستندات واتخاذ القرار بذلك. شكرا سيد الرئيس. شكرا. وان كانت الهجره ليست مجرد باقه من التهاني، وانما اثمرت دوله المؤسسات والعدل والقانون. ملاحظة الأستاذ صالح العرموطي في غاية الدقة، موضوع المهام الإدارية يجب أن يسلط الضوء على هذه الملحوظة المهمة جدا. وأود أن أبدي ملحوظتين أيضا. أولا، أنا لست مع تعديل اللجنة، مع احترامي للجهد الواضح للجنة والبصمات الواضحة في هذا القانون، وأنا مع الكلمة المفتاح العبارة الأخيرة الواردة في قرار اللجنة مما له مساس بأعمال دائرته. هنا أعمال دائرته، أولا ديوان المحاسبة ليس دائرة، ثانيا إلى ماذا تعود هذه العبارة؟ هل تعود إلى الدائرة المعنية التي ارتكبت مخالفة أو شأن مالي وإداري ورد في تقرير لديوان المحاسبة، أم أنها تتعلق بديوان المحاسبة نفسه؟ الاقتراح الاستعاض عن هذه العبارة مما له مساس بأعمال دائرته بعبارة بأي شأن مالي أو إداري أو خلافه، ويدخل في خلافه الأمر الفني الذي تكلم به سعادة الأخ علي الحجاجي، يتعلق بالمخالفة أو يرتبط بها، إلا إذا كان هنالك توضيح آخر من أختنا المقررة في اللجنة. شكرا. شكرا. دكتورة هدى. هذا القانون بصورة مهنية ومحايدة معروف، يعني هذا شيء بديهي بدون إطلاق الصفة، وذلك في الأمور المتعلقة بالتدقيق في شيء مختلف تماما. في عندنا شيء يقوم من مهامه الديوان بقضية الاستشارة، تقديم الاستشارات أو توجيه التشريعات في صفة أخرى غير التدقيق. إذا هو المقترح المحدد لدي يتولى ديوان المحاسبة مهامه الرقابية. رقابية وفقا لأحكام هذا القانون بصيرة مهنية، وذلك في الأمور المتعلقة وفقا للمعايير الدولية. كلمة وفقا للمعايير الدولية، وأنا هنا ألفت نظر الحكومة وألفت نظر زملائي في اللجنة أن استخدام مصطلح وفق المعايير الدولية يعني أن هناك التزاماً بتطبيق المعايير الدولية، وأنا أعتقد أن ديوان المحاسبة في هذه المرحلة لا يستطيع أن يلتزم بالمعايير الدولية، لأن لذلك أن وجود هذه المادة يسهل الطعن في أعمال التدقيق وأعمال الديوان، لأنه لم يلتزم بالمعايير الدولية. وأول معيار في المعايير الدولية هو يقول أن التدقيق في الجهات التي تشارك بها الحكومة ب 25%. إحنا هذا بحاجة إلى تعديل إذا أقرنا وفق المعايير الدولية. لذلك أنا أطلب استبدالها بدل وفقا للمعايير الدولية بما يتوافق أو يتلائم مع المعايير الدولية.
هذا سيخفف من عملية الطعن، وأنا أرجو من الحكومة أن تنتبه إلى هذه القضية. هذا الإلزام وفقاً للمعايير الدولية هو إلزام كبير لا يستطيع لا رئيس ديوان المحاسبة ولا غيره القيام في هذا الموضوع. شكراً. ونعلم أن ديوان المحاسبة، ولذلك فإنني أجد نفسي أخالف اللجنة الموقرة فيما ذهبت إليه هذه المادة، المادة 14 والمادة 25 أيضاً التي ستأتي في نهاية هذا المشروع، والتي ورد فيها الأهداف الموجبة التي جاء بها هذا القانون، والتي كانت جدير بها تعزيز الدور الرقابي وليس إضعاف دورنا الرقابي. وفي ذلك يا زملائي والرقابة على السلطة التنفيذية، لا وبل يتم تفويض هذه الصلاحيات بموجب هذه المادة والمادة التي ستأتي 25 لاحقا إلى السلطة التنفيذية، فتصبح السلطة التنفيذية هي التي تكون صاحبة الولاية على نفسها بالرقابة على نفسها، وذلك من خلال إنشاء وحدات رقابة داخلية داخل كل مؤسسة أو وزارة، بحيث تكون لو سمحت بدي أخذ وقتي سعادة الرئيس، أنا استأذنت منك لأن هذه المادة لا تكون، أن ديوان المحاسبة هو وكيل لممثلي الشعب في الرقابة على مؤسسات الدولة، فكيف يأتي ديوان المحاسبة ويفوض صلاحياته للسلطة التنفيذية لإنشاء وحدات رقابة داخلية؟ أين مقومات الاستقلالية؟ الاستقلالية هي الركن الأساسي في الرقابة القويمة، وعندما نتكلم عن المعايير الدولية ونستخدم المعايير الدولية كتبرير لما يسمى بالتدقيق اللاحق، فذلك أشبه ما يكون بدس السم في الدسم، لأن الممارسات الفضلة لا تنم أبدا عن نبذ دور الرقابة والقيام فقط بدور التدقيق. ولتوضيح هذا الأمر يا سعادة الرئيس لو سمحت، هنالك مهمتان خاصتان، مهمة الرقابة ومهمة التدقيق، وهما مستقلتان عن بعضهما البعض، والتدقيق مكمل للرقابة. الرقابة باللغة الإنجليزية هي كنترول، يعني بسط السلطة الإشرافية على مهمة ما أو على قانون أو على الوظيفة بحيث تتأكد أنها مطابقة للقوانين المرعية، والرقابة لا تكون إلا رقابة مستمرة، ولا يوجد ما يسمى لا في المعايير المحاسبية ولا في المعايير الدولية ما يسمى بالرقابة اللاحقة. أنا مقترح يا معتز يا أخوي، سيدي أنا مقترح مشان يفهموا الزملاء وعلاش بدون صوته، علاش انا اطرح؟ سيدي ساتي العصر الثاني على كل المشروع. سيدي ساتي سعاده الرئيس الى المقترح في نهايه التوضيح. يجب ان اوضح للزملاء لان هذه الماده فيها شرخ واضح، فيها سحب صلاحيات مجلسكم الكريم، وفيها تخلي عن دور الرقابه التي جاء القانون ليعزز دور الرقابه. هنالك ايضا ما يسمى بالتدقيق، وسعاده الرئيس التدقيق يختلف عن الرقابة، لأن التدقيق هو تطبيق المعايير المحاسبية، وهو إبداء الرأي في منظومة المركز المالي، ولا يكون المدقق جزءا من عمل الرقابي، لأن المدقق يأتي دوره في نهاية العام ليظهر رأيه في المركز المالي إذا كان يظهر بوضوح أو إذا كان إيجابي أو متحفظ أو يمتنع عن إبداء الرأي وقد يكون رأيه سلبيا، ولكن دور الرقابي هو دور وقائي، هذا الدور يجب أن يناط بديوان المحاسبة لا أن يتخلى عنه، ولا يغني التدقيق هنا عن الرقابة لأن التدقيق هو دور محاسبي. وعندما نتكلم عن المعايير الدولية، أنا تمحصت ورجعت إلى المراجع، منها المرجع البريطاني IFRS International Financial Reporting Standard، والمرجع الأمريكي GAAP General Accounting Applied Principles. هذه المعايير لا تتكلم أبدا بما جاء في هذا القانون، ولا تتكلم بما يتكلم به رئيس ومن خلال رئاستك الجليلة رئيس ديوان المحاسبة في بيان له في 19/6/2016 عندما قال سنتراجع عن التدقيق على مؤسسات الدولة ونفوض دورنا إلى وحدات رقابة داخلية، لأن هذا هو المعيار الدولي. سعادة الرئيس، هذه المادة اقتراحي فيها هو أن علينا تأكيد أن المعايير الدولية فقط فيما يتعلق بالتدقيق، أما الرقابة فيجب أن يضاف إلى متن هذه المادة مع إبقاء رقابتنا المسبقة على مؤسسات الدولة، أما في عكس ذلك
يصبح ديوان المحاسبة كالراعي بلا عصاه، وهذا سيحملنا للمستقبل مسؤولية تشريع أمام أجيالنا القادمة في ضياع مال عام. يا سعادة الرئيس، يعني يا سيدي يا سيدي معلش 10 دقائق أنا بحكي بصورة تخصصية. يعني أنت طلبت كلمة واحدة هي شطب عبارة الصادر على المنظمة السيادية. معالي الرئيس، أنا سلمت هذا التقرير لموظف اللي عندك ورفض انه ياخده. انا ما بصير انه تقول لي كلمه واحد، انا ما تنتقص من دوري او من حقي سعاده الرئيس. عندما تقول له سامع قاعد انت لك 10 دقائق قاعد. سيدي انا بحكي في تخصصي، انا نائب رئيس اللجنه الماليه بحكي بتخصصي، اسمعني اكمل دوري. هلا يا اخوان يا كرام، هل يعقل ان ديوان المحاسبه مثلا بده يدقق على القرار بعد ان يكون اصبح صادر قطعي، يعني مثلا اعطاء وحيل على مؤسسة ما، يأتي ديوان محاسبة بعد قرار الإحالة ليقول أن هذا القرار كان يشبه شأن الفساد؟ إخواني الكرام، لا يجوز أن نتخلى عن الدور الرقابي. وليش أنا بحكي بهذه المادة؟ لأن ديوان محاسبة برر عدم قيامه بالدور الرقابي المسبق التزاما بمعايير التدقيق. طب يا أخي التدقيق شكل والرقابة شكل آخر، هذا الحكي يجب أن يطلع عليه زملائي الكرام قبل التصويت على هذا القرار. خالد رمضان، عفوا نقطة النظام هو معيار للتدقيق وللرقابة، وتحديدا المعيار رقم 9 IFRS 9 هو معيار للرقابة وليس للتدقيق فحسب، ولذلك اقتضى التنويه. شكرا سعادة الرئيس. شكرا. خالد رمضان. خالد رمضان تفضل. أن ندقق به، هو يتحدث عن مبدأ مهم جدا، التدقيق المسبق، والفكرة تذهب باتجاه التدقيق اللاحق. المادة 14 اللي هي أربعة هون تسمى بها، لما بنتحدث عن وفقا للمعايير الدولية المعتمدة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، أنا أعتقد أن واجب التشريع والتنفيذ والديوان أن يصدر دليل بتلك المعايير المعتمدة والتي تناسب عمل الأردن والديوان، وأن لا نفتح كلمة المعايير على الغارب، خاصة في العقود التي يراقب عليها فرضا التي تأتي مع جهات أجنبية. ولذلك أن نقول وفقا للمعايير الدولية هذا فتح على الغارب. واجب الديوان في بداية عمل كل سنة أن يصدر دليل بالمعايير الرقابية الدولية التي تناسب عمل الديوان وتنشر وتعمل على تفعيل أعمال الرقابية. شكرا. شكرا. خالد البكر. هي الوزارة بحالها، هي بتدقق داخليا وتتخذ قرارات. أما التدقيق السابق هذا ما كان ممارسا أصلا سابقا، وهذا مخالف للمعايير الدولية، لأنه إذا ديوان المحاسبة كان جزء في اتخاذ القرار المسبق نحاسب مين بعدين؟ ولذلك الهدف من الرقابة اللاحقة حتى إذا ثبت هناك خطأ أن تحاسب من أخطأ، وإذا كان ديوان المحاسبة شريك في التدقيق السابق إذا مين بدك تحاسب؟ شكرا سيدي. شكرا. فقرة ألف من قرار اللجنة شايفها نشاز، يعني بكل ما يريد الاطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع دوائر الحكومة مما له علاقة بدل مساس بأعمال الديوان مش بأعمال دائرتين، مما له علاقة بأعمال الديوان، يعني شبه تصحيح لغوي أو في السياق يعني فقط لا غير. كلمة مساس نشاز تجي هون، يعني مش مساس، هي ما له علاقة بأعمال الديوان. شكرا. شكرا. رئيس اللجنة زملاء. سيد الرئيس، اللجنة عندما ناقشت المادة 14 الفقرة الأولى منها كان النص لرئيس ديوان المحاسبة أن يطلع إلى آخر الفقرة. اللجنة ارتأت أن هذه التقارير التي يعدها الموظفون الماليون والإداريون هي تقارير على أهمية بمكان، وبالتالي يجب أن لا يترك الأمر جوازيا لرئيس الديوان أن له أن يطلع وله أن لا يطلع في ذات الوقت. لذلك ارتأت اللجنة أن يبدأ النص بالإلزام، يلزم رئيس الديوان بالاطلاع على هذه التقارير لأهمية ما ورد فيها سواء مالياً أو إدارياً. وفي هذا السياق اللجنة لا مانع لديها من تبني المقترح المقدم
من معالي أبو فيصل بتغيير عبارة علاقة بدل كلمة مساس. هذا أولا سيد الرئيس. ثانيا شطب كلمة الأنتوساي. أولا جاء هذا الشطب انسجاما مع قانون حماية اللغة العربية الذي يحظر وضع مصطلحات أجنبية بدلا من اللغة العربية، مع أن المقصود في الأنتوساي هو التعريف الوارد في الفقرة نفسها، فالديوان ملزم باتباع هذه المعايير الدولية كجزء من عمله، وهو حاليا يتبع، وبالتالي جاءت هذه الإضافة لغايات الانسجام مع المتطلبات الدولية بهذا الخصوص. أما ما أشار إليه الزميل الفاضل معتز أبو رمان بأنه هذا النص سوف يحظر على الديوان موضوع الرقابة السابقة، فهذا النص محكوم في المادة 12 من الديوان من قانون ديوان محاسبة سيد الرئيس، الذي جاء مطلقا بأن الديوان يستطيع أن يراقب مراقبة وتدقيق سابق وأيضا لاحق. هذا من جانب. من جانب آخر، المادة 12 سيد الرئيس، جاءت على النحو التالي سيد الرئيس: لرئيس ديوان المحاسبة أو أي موظف مفوض من قبله أن يدقق في أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى مما لم يرد ذكره في المواد السابقة إذا هو رأى لزوما لذلك، وأن يطلع على المعاملات الحسابية والمالية في جميع الدوائر في أي دور من أدوارها، سواء في ذلك ما يتعلق منها بالواردات أو النفقات، وله حق الاتصال مباشر بالموظفين الموكول إليهم أمر هذه الحسابات ومراسلاتها. هذا من جانب. ومن جانب آخر، المادة 25 من القانون أجازت لرئيس الديوان في صورتها المعدلة ودون أن يتوقف ذلك على طلب من رئيس الحكومة أن يأمر بتدقيق أي معاملة قبل الصرف يراها رئيس الديوان مناسب. وبالتالي ما تذرع به الزميل على أهميته نحترمه، ولكنه معالج سيد الرئيس في متن هذه التعديلات. وشكرا. في إلى مشروع هذا القانون العناية الكاملة بالتدقيق والتمحيص والتجويد، فله منا كل الشكر. الحقيقة ذلك لا ينال أبدا ملاحظتي من تلك الجهود. الفقرة 1000 التي تقدمت بها اللجنة الكريمة مع الاحترام والتقدير بأن وسعت دور رئيس ديوان المحاسبة بأن يطلع على التقارير والتقارير بالتحقيق المتعلق أو الماس بالجوانب الإدارية، أعتقد أنه ينطبع على توسع فيه شبهة دستورية بالمادة 116. إذا رجعنا للمادة 119 من الدستور، يشكل ديوان محاسبة لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها. إذا المسألة متعلقة بالإيرادات والنفقات وطرق الصرف، لا يمكن إلا أن تكون مسائل مالية. ومما يؤكد ذلك أيضا ما ورد في المادة 12، وهي حجة لنا ليست علينا. فالمادة 12 تعطي من قانون ديوان المحاسبة، يعطي رئيس ديوان المحاسبة الحق بالاطلاع على المعاملات الحسابية والمالية، وبالتالي أن ذلك التوسع نخشى فيه ما نخشى أن يكون ثمة مخالفة دستورية. شكرا سيد. اللجنة لا يعني تحبذ أن تختلف مع معالي وزير العدل، إلا أن النص الأصلي سيد الرئيس في المادة 14 الذي اعتبره المشروع المعدل فقرة واحد من المادة جاء على النحو التالي: لرئيس ديوان المحاسبة أن يطلع على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء أكانوا ماليين أو إداريين، وله تعلق بالأمور المالية والإدارية، وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والإدارية، وأن يطلب تزوده بكل ما يريد الاطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع دوائر الحكومة مما له مساس بأعمال دائرته. اللجنة سيد الرئيس لم تعدل في هذا النص إلا المطلع والمقترح من معالي أبو فيصل. الحديثين لم يعملوا بملاك الدولة سواء الحكومة أو المؤسسات الرسمية. وجود الديوان معانا داخل مؤسساتنا وبيعمل مراقبة أثناء التفكير، ويعني مثلا أعضاء بلجنة العطاءات، أعضاء باللجنة
الرقابة الداخلية للمؤسسة اللي موجودة في المؤسسة، وبالتالي ما بعتقد أن هناك شبهة دستورية، لأنه هم بيحتجوا حتى على أي قرارات خاطئة بنعملها. طيب. إني أقرر تعيين دون اللجوء مثلا للديوان للخدمة المدنية، وأكثر من مرة قمعنا ديوان المحاسبة. أنا بعتقد النص اللي موجود الآن هو اللي بنعمل فيه داخل مؤسساتنا. شكرا. شكرا. إذا خلينا نصوت. أولا مقترح السيد صالح العرموطي، عفوا قبل ما القرار، شطب إدارية اللي هو مقترح أبو فيصل اللي هو المالية والإدارية. معاليك بيان لم ينجح. إذا من مع قرار اللجنة برفع الأيدي؟ أغلبية. المادة الخامسة واحد ألف، موافقة بعد الشطب عبارة التي تولى الرقابة عليها والاستعاضة عنها بعبارة المكلف بالرقابة عليها. ب موافقة، ج موافقة. إعادة ترقيم الفقرات واحد اثنين ثلاثة تصبح الفقرات ألف وب وج. نبيل الشيشاني. زملاء إذا تكرمت أرجو عدم الخروج من القاعة. أتمنى من جميع الزملاء عدم الخروج من القاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو من الزميل رئيس اللجنة القانونية المحترم، فيه نوع من الخطأ. المادة مكونة من ثلاث بنود في القانون الأصلي، واحد اثنين ثلاث. التعديل جاء على البند الأول منه، كل التعديلات التي جاءت على البند الأول، وكان لها جهد مشكور اللجنة في تفصيلها وتقسيمها إلى فقرات ألف وباء وجيم. لكن لاحظوا في قرار اللجنة بعد الموافقة على ألف وباء وجيم من القانون المعدل مشروع القانون، يقول إعادة ترقيم الفقرات واحد واثنين وثلاث لتصبح الفقرات ألف وباء جيم. ما فيش واحد واثنين ثلاثة، هذه بنود لم يتم عليها أي إجراء أو أي تعديل. رئيس اللجنة ما تم أي تعديل. تفضل سيدي، خلي حديثنا خلال إذا تكرم. فالاقتراح المحدد إذا كان بدنا نقول ألف وباء وجيم لكل البنود، يعني بصير في إرباك في عملية فهم وتقسيم هذه المادة. أرجو يعني الانتباه إلى ذلك. ثم فيما يتعلق بنص المادة والمشروع، أنا أسحب اقتراحي بشطب المادة وشكرا. سيد صالح العرموط. جاء النص غير موفق وقطعت عند الجهات المكلف، إعادة اللجنة المكلف بالرقابة عليها. اقتراحي أن يكون هنالك نص على أن يضمن هذا التقرير كافة الملاحظات المتعلقة بأية جهة إدارية أو مالية أو غيرها تدخل في مهام الديوان وفقا لأحكام هذا القانون، وأن يحدد كذلك المخالفات المرتكبة مع بيان المسؤولية المترتبة على كل منها، يعني سواء كانت هذه المخالفة فردية أو تتعلق بالمؤسسة بشكل عام. سعادة الرئيس والزملاء، هنالك الأمر الآخر في متعلقات البند الثاني والثالث التي جاءت على أنها مشطوبة الآن في مشروع القانون. ما أتكلم به الآن يتوافق مع ما تكلم به الزملاء وخاصة الأخ معتز أبو رمان في رقابة هذا المجلس. ما المقصود الآن بنزع اختصاص مجلس النواب من الرقابة الخاصة الواردة له على هذه التقارير؟ هنا المقصود. لماذا ترفع يد مجلس النواب؟ هنا السؤال للزملاء، هل يجوز رفع يد مجلس النواب عن رقابته على التقارير؟ هذا اقتراحي. اقتراحي من شقين، الشق الأول والشق الثاني، عدم رفع يد مجلس النواب عن رقابته. شكرا. شكرا.
دكتورة ديما طهبوب. يا اخوان القانون. شكرا سعادة الرئيس. زميلات زملائي الكرام، الدستور الأردني هو الملهم لكل القوانين، وفي هذا الدستور نجد مادة تقول أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، فتقدم الركن النيابي على بقية الأركان، وما هذا التقديم إلا لأن الركن النيابي يمثل الشعب، والشعب هو مصدر السلطات. لذا أجد ما ورد في نص القانون الأصلي أن التقرير يقدم ابتداء لمجلس النواب هو تفعيل لدور مجلس النواب الرقابي في هذا الأمر. لذلك أرى الالتزام بما ورد في القانون الأصلي أن التقرير يجب أن يقدم ابتداء إلى مجلس النواب ومن ثم إلى الهيئات الأخرى، وكذلك أرى إدراج التعديل الذي أقره مجلسنا الكريم في النقاش الأخير كما تذكرون لتقارير ديوان المحاسبة، وهو أن على المجلس أن يقدم تقارير ربعية وليست فقط سنوية. ولذلك أقترح التعديل التالي: يقدم رئيس الديوان تقريرا ختاميا سنويا عن كل سنة مالية بالإضافة إلى التقارير الربعية إلى مجلس النواب، على أن يتضمن هذا التقرير ملاحظاته بما فيها تلك المتعلقة بالجهات المكلف بالرقابة عليها إلى آخر المادة. شكرا سعادة الرئيس. شكرا لك. أن تقدم التقارير إلى مجلسي الأعيان والنواب وهما يشكلان مجلس الأمة بمجموعه. شكرا سعادة الرئيس. وردت عبارة يقدم رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل سنة مالية إلى مجلسي الأعيان والنواب، على أن يضمن هذا التقرير ملاحظاته بما في ذلك تلك المتعلقة بالجهات التي تولى الرقابة عليها. قرار اللجنة هي شطب عبارة التي تولى الرقابة عليها واستبدالها بعبارة المكلف بالرقابة عليها، ذلك أن المجلس قد يتولى الرقابة على جزء من التزاماته المحدودة المحددة في موجب أحكام هذا القانون. أما عبارة المكلف فجميع الدوائر والوزارات والمؤسسات المكلف الديوان بالرقابة عليها يجب أن ترد ضمن هذا التقرير، فعبارة المكلف بالرقابة عليها هي أحكم وأجود للنص. هذا من ناحية. أما الموضوع اللي تفضل له زميلنا الأستاذ نبيل، إعادة الترقيم من أجل انسجام ترقيم مواد القانون مع بعضها سيد الرئيس فيما يتعلق باعتبار الترقيم للفقرات بالأحرف وليس بالأرقام، وهذه هي المادة الوحيدة التي ترقم الفقرات بالأرقام وليس بالحروف، لذلك اقتضى التنويه سيد الرئيس. شكرا. سعود أبو محفوظ دكتور أحمد. هذا جميل، لكن الآن الإشكال اللي أنا بضعه من خلال الرئاسة الجليلة للحكومة دولة الرئيس والزملاء والزميلات بقضية الرقابة في إشكال بالبلد مستتر يجري تداول. لما نقول بالمعايير الدولية، المعايير الدولية بتقول على رقابة أي مال حكومي 25%. في مؤسسات عندنا بالبلد تختبئ وراء نص 50%، ولذلك هون بدها تتعالج إما بتعديلات لاحقة أو خلافه. لماذا مثلا مال الآن مساهمات الضمان الاجتماعي حول كينونة الضمان كمال في موضوع حساب ال 25% ولا ال 50%؟ مثلا مؤسسة الكل بيعلمها، مؤسسة حكيم صرفت كذا مليون دينار، لا يجري رقابة مالها من قبل ديوان المحاسبة، لماذا؟ علينا أن نغادر مساحة أن هناك جزر مغلقة لا يجري الرقابة على مالها، وبعد ذلك بنناقش أيهما أصح، الرقابة اللاحقة أم الرقابة المسبقة. أنا من حيث المبدأ في الوضع الراهن أميل وزميلي جمال كان بخالفني بذلك، أن يكون المبدأ الرقابة المسبقة وبعد ذلك اللاحقة. الآن بيقول إنه منعطل أعمال الناس إذا رحنا على الرقابة المسبقة، يعني الزميلات لكم مطلق الحرية، لكن أنا هذا ما أميل له وأحترم رأيكم. شكرا. يتم صرفه في الحقيقة من نفقات، لذلك أرى أنه يعني وجود رقابة نصف سنوية مثلا في نصف السنة المالية قد يساهم في تقليل النزف والهدر في النفقات الحكومية. لذلك أقترح
أن يكون التدقيق في منتصف السنة المالية وكذلك في نهايتها، فيكون صياغة المادة بالطريقة التالية: على الرغم مما ورد في أي من أحكام هذا القانون، يتولى ديوان المحاسبة التدقيق على النفقات في منتصف ونهاية السنة المالية. شكرا سعادة الرئيس. ورد على لسان الزملاء أن الرقابة قد تعيق العمل، وزميل آخر قال أن الرقابة لا يجوز أن تكون جزءاً من اتخاذ القرار، وهذا في صلبه مخالف للمعايير الدولية للرقابة. الرقابة هي إجراء وقائي يسبق العمل، ولا يغني التدقيق عن الرقابة، لأن التدقيق مكمل له. إذا قرأنا النص اللي جاءت به الحكومة كان كأنه يقول أن دور ديوان المحاسبة هو فقط في التدقيق اللاحق، إلا في حالات خاصة وبموافقة رئيس الوزراء، يعني أني أنا ما عندي دور في الرقابة المسبقة إلا في حالات خاصة، قد يعني هذه الحالات لا تتكرر. وبالتالي حتى لو رفضنا أو شطبنا دور رئيس الوزراء وقلنا وبقينا في حالات خاصة، فنحن هنا نتنازل عن حق حقيقي ودستوري لمجلس النواب من خلال ذراعه الرقابي اللي هو ديوان المحاسبة. يعني مثال يا أخوان، لو في عندنا عطاء بده ينحال على جهة معينة، هل يجوز بعد إحالة العطاء انه يجي ديوان المحاسبة ويقول تبين هنالك خلل؟ الأصل في الأمر أن الرقابة تسبق قرار لحاله، لأنه قرار يصبح قاطعي ونافذ. هل يجوز مخالفة الدستور؟ الدستور بيقول لك في المادة 12 أن، أو القانون في المادة 12 بيقول لك أن الرقابة عن النفقات. طب كيف أنت بدك تراقب عن النفقات بعد ما تكون صرفتها وأصبحت مستحقة؟ مثلا أمانة عمال كبرى تعمل ترخيص لأذن أشغال، هل يجوز بعد ما صدر الترخيص وصار حق مكتسب أجي أمارس دوري في ديوان المحاسبة؟ هذه جزئية من هذا القانون. إذا إحنا رضينا بهذه المادة، وأنا هنا أنبه يجب أن تكون المادة تقول أن ديوان المحاسبة يلتزم بالرقابة السابقة والتدقيق اللاحق، يعني اثنتين. لكن هناك نظام لوحدات الرقابة الداخلية، وهذا النظام حدد من يقوم بهذه المهمة، أن كل دائرة أو مؤسسة لديها وحدة رقابة داخلية تقوم بالتدقيق في داخل الدائرة. هناك تقييم كل 6 أشهر من ديوان المحاسبة ووزارة المالية لهذه الوحدات، فإذا اجتازت هذه الوحدات أنها كفوة وقادرة على القيام بالمهمة ينسحب ديوان المحاسبة من هذه الدائرة، وإذا كانت غير كفؤة يعود ديوان المحاسبة مرة أخرى إلى التدقيق السابق. فالأصل أن لا يشترك ديوان المحاسبة في اتخاذ القرار، ولكنه يدقق ويراقب على كل الدوائر والمؤسسات. وبالإضافة لذلك يقوم ديوان المحاسبة بفحص كل ما تقوم فيه وحدات الرقابة الداخلية، فإذا وجدت أي خلل أو مشكلة موجودة في أي دائرة أو مؤسسة يعود مرة أخرى إلى التدقيق السابق. بمعنى آخر، مهمة ديوان المحاسبة هي رقابية تدقيقية، ويقدم تقرير السنوي بالإضافة إلى التقرير كل 4 أشهر إلى سعادة رئيس مجلس النواب. فنطمنكم بأنه ديوان المحاسبة يقوم بمهامه وفقا للدستور ولقانون ديوان المحاسبة. وشكرا سعادتك. سيد الرئيس رئيس اللجنة، لقد نقاط تضامن، لقد ناقل هذا الخصوص، واللجنة لا زالت ترى بأن القانون يطلق يد الديوان في المادة 12 سواء كانت هذه الرقابة سابقة أو لاحقة. أما بخصوص المادة 25 فقد كانت صلاحية إجراء مثل هذه التدقيق السابق موقوف على موافقة دولة رئيس الوزراء. النص تقدمي جاء الآن أنه أعطى هذه الصلاحية لرئيس الديوان ونزعها من السلطة التنفيذية، وأرجو من الأخوان التصويت على هذا، على نص المشروع، لأنه نص تقدمي ويعزز من حصانة الديوان. شطب قرار اللجنة سحبته؟ خلص أوليسهم عبد ابننا. إذن ما في إلا مقترح ديمة طابوب، وهو واضح وضعه عطوبة الرئيس. إذن من مع قرار معتز؟ معتز عنده إضافة كلمة. سحبته؟ طيب خلص صوت عليه.
إضافة كلمة والسابق بعد عبارة التدقيق اللاحق. هذه أنت عديتها ثمانية يعني الموجودين. إذا من مع قرار اللجنة؟ الأغلبية. القانون بمجمله؟ أغلبية. شكرا. باء قرار اللجنة المشتركة القانونية والإدارية رقم 2 تاريخ 9/9/2018 والمتضمن مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لسنة 2018. صندوق الشهداء وفاء من؟ يلا يا إبراهيم. قانون صندوق الشهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية المادة 1 موافقة بعد أول إضافة عبارة الجيش العربي بعد عبارة القوات المسلحة الأردنية أي نوع ما وردت في هذا القانون. ثانيا إضافة عبارة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى آخره. وفاء بن مصطفى. جهودها في هذا القانون وقد حضرت معهم الجلسة الأولى الخاصة بمناقشة مواد هذا القانون وأشهد بأنه كان الحوار غني وكان هنالك استماع لكافة وجهات النظر. أنا لا أتمسك كثيرا بمقترحي ولكن بعد أن عدلت اللجنة المادة 8 في هذا القانون ووضعت مصادر إضافية جديدة لصندوق الشهداء فأعتقد أن الوضع أصبح قليلا مختلف ويحتاج ربما إلى فترة زمنية قبل أن يتم المباشرة بعمله بعد مباشرة بعد الجريدة الرسمية. إذا توافقت اللجنة معي وأنا شاهدة على جهدهم الكبير في هذا القانون وبكرر شكري لهم فأنا مع أن نأخذ بأن نضع المدة الدستورية وهي أن يعمل به بعد 30 يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وشكرا. شكرا يعني أنا بتمنى من الزملاء إن كنت شكرا يعني هذا نبيل غيشان. آخر إنه نقل المادة 14 لتكون المادة رقم 2 بعد المادة 1. إحنا هلا في 1 هلا. ما أنا بحكي عن 1. اللي هي يعتبر الصندوق الخلفي القانوني، يعني يا ريت تندمج هذه المادة في هاي أو تصير المادة رقم ألف وباء، وشكرا. سيد أبو قانون مؤسسة الشهداء ذات صفة اعتبارية، بعدها صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس لرعاية أسر الشهداء، هذا المجلس يعمل على التنمية الأسرية والثامنات الاجتماعية. ثالثا هيئة ثقافية لتمجيد الشهادة والتضحية وثقافة الشهادة وقيم البذل والعطاء للوطن. يكون في ديوان للشهداء وأرشيف تتناقله الأجيال، ثم معالم بأسماء الشهداء وإطلاق أسمائهم على مساجد القوات المسلحة. وأيضا يعني صحيح أن القوات المسلحة هي مؤسسة المؤسسات وأم المؤسسات وهي التي مؤسست الدولة الأردنية، لكن قيمة الشهادة من أهم القيم في الحياة، بها تكون الحياة، وهي قيمة تصنع وجودنا وتفرض دورنا وتحافظ على حاضرنا ومستقبلنا وفيها جوهر بقائنا. يعني يا جماعة الشهيد يستشهد في لحظة تسامع عن كل المنافع، هو يبذل روحه طواعية، يتوجب أن تبذل الدولة ما يستحقه نحو أهله وذويه. العسكري الحي يسلم نفسه للجيش ويتكفل الجيش بكل شيء، والشهيد الحي يسلم روحه وليس نفسه، فيتوجب أن نوفر له كل شيء. أخيرا، نحن دولة محددة لحدود كثيرة، والعدو يتربص بنا على طول 500 كيلومتر وهو عدو مهما كانت اتفاقات ومعاهدات، وورد فيهم أكثر من 835 آية تحذر من مكرهم. نحن نشرع للمستقبل، والمستقبل مرعب وعليه لابد من إكرام الشهداء وعائلاتهم معنويا واجتماعيا وماديا ونفسيا، ولا بد من تطبيق المناهج شيئا من تراثنا الثري عن الشهادة والشهداء، ولا أقل من أن يكون لدينا يوما للشهداء، يوما للشهداء يحتفل به الأردن بمجموع مكوناته. هناك دول قامت على معنى الشهادة
وبمكانة الشهادة الرمزية، فالدين هو المقدس المطلق، وما يتفرع عن المقدس مقدس، وقيمة الشهادة لها الصدارة في الدين. أنا بتمنى يعني باختصار أن تكون مؤسسة للشهداء تهتم بأنه توفر لهم سيارة وحج وتعيين لأبنائه وسفر ولو مرة واحدة في العمر في الملكية. قررت الصندوق أنا سعيد، قررت الصندوق اللي موجود بين يديك. آخر كلمتين، وتذكرة نصفية للنقل العام والأماكن العامة، أيضا من حقه أن يأخذ فرص أو أرض وسكن. الشهداء المدنيون يا سيدي هم يعني التفتوا مشكورين جدا للجنة إلى المدني العامل مع القوات المسلحة، ولكن هناك مدنيون أبطال سقطوا أثناء المعركة أو على هامش المعركة، هؤلاء يجب أن يشملوا. الصندوق بمجمله والمؤسسة بمجملها أنا بتمنى تكون برعاية القوات المسلحة وتابعة لها. النائب هو موجود في القوات المسلحة من تكريم الشهداء، وتم أيضا في السنوات الأخيرة منح شهادة استشهاد لكل شهيد، وتم عمل باج للشهيد ككرامة له، حتى ذوي يرتدوا هذا الباج ويدخل على أي دائرة حكومية له الأولوية في أي معاملة. وتم مخاطبة جميع المحافظات وأمانة عمان وكل المحافظات بأن يتم إطلاق أسماء الشهداء بشكل عام في المحافظة العاصمة عمان وفي المحافظات الأخرى، كل محافظة محافظتها. حقيقي جميع التعليمات والشغلات للشهيد هي موجودة، ويعني كل ما يجول بنفس الأخوان للشهيد هو الآن معمول فيه بالقوات المسلحة، ولكن هذا القانون عاد لعملية تجويد الأمور من حيث خلينا نقول ما يتم الحصول عليه من كافة المؤسسات لدعم هذا الصندوق، حتى يكون بمؤسسية ممتازة لجمع كافة الأجهزة الأمنية في هذا النظام. أتفق مع الرئاسة الجليلة بأهمية هذا القانون وأن يأخذ ما يستحق من النقاش سيد الرئيس. في البداية نتبنى مقترح الزميلة وفاء بني مصطفى بأنه 30 يوم من تاريخ نشره، بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كل الزملاء عفوا آسف. أما بخصوص التسمية سيد الرئيس، فمن المعلوم أن هذا القانون جاء ليلغي ثلاثة قوانين كانت موجودة من السابق، هي قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الجيش العربي، قانون صندوق شهداء الدفاع المدني، قانون صندوق شهداء الأمن العام. كان في هناك تمايز في بعض المزايا المترتبة أو التي تمنحها هذه القوانين. جاء هذا القانون ليوحد هذه القوانين الثلاثة بمرجعية واحدة وبصندوق واحد وبعدالة بين جميع أسر الشهداء. ما تفضل به الزميل الفاضل على أهميته إلا أنه لا ينسجم مع الوضع القانوني الذي تم رسمه لمشروع هذا القانون سيد الرئيس. شكرا.